بالحبر الجديد مع صحف ومواقع عربية وعالمية في عناوين الميادين نت مع كل جديد. وفي الحدث هذا اليوم بين الدعوات للمشاركة في الاستفتاء على الدستور ودعوات المقاطعة إلى أين يتجه المشهد السياسي المعقد في تونس مع الكاتب والباحث السياسي توفيق المديني. بالحبر الجديد يوميا الساعة 11 قبل الظهر بتوقيت القدس الشريف.